يعني لو مشيت المساجد قلت لهم لا إله إلا الله معناها كذا، والتوحيد أجر كبير وعمل عظيم وحاجة حلوة وحاجة سمحة. وصلى الله على نبينا وسلم، ما حتكون علمتهم التوحيد، مع إنه التوحيد حاجة حلوة وسمحة وظريفة وكل شيء، لكن ما علمتهم التوحيد لحد ما تذكر لهم التوحيد وشرحه، وما حيفهموا شرحه بصورة مفصلة أبدا إلا تذكر لهم ضد التوحيد بصورة مفصلة. ومن هنا تعلم اللعب بتاع الحزبيين، جماعة أنصار السنة وجمعية الكتاب والسنة والصفوجية والسرورية وغيرهم من المجارمة، لما نسمع كلامنا نقول لهم دل ما يتكلم في التوحيد، اركب المنبر، إن التوحيد أمر عظيم وعالم جميل، يشرك الزين ده ما التوحيد، اركب المنبر يغش الناس يكذب عليهم، ويجون الناس الجهلة والمغفلين والمساكين يقول لك والله لا سمعت شيخ محمد، محمد منو خليه قريب من هنا، والله يتكلم في التوحيد، ماذا لجي بس ما زي ما يقول شيخ محمد. الليلة سمعت تتكلم في التوحيد، والله لو ما تكلم في التوحيد، هو ذكر اسم التوحيد لأنه ذول محتال. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال لك ما حتفهم، والله الكلام ده أنا لو وقفت عنده كفاية ذات وأنا بعتبر كفاية في درس الليلة، يعني قال لك ما حتفهم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد إلا تتكلم عن ضد التوحيد. عشان كده الباب الفات قال لك وشرح هذه الترجمة، يعني عنوان الباب عنوانه كان شنو؟ الباب الفات عنوانه شنو يا اخوان؟ باب تفسير التوحيد وشهادة ولا إله إلا الله. قال لك وشرح هذه الترجمة، تفسير التوحيد الصحيح صحيح والتفسير النجيب، ومعنى لا إله إلا الله المعنى النجيب، شرحه ما بعدها من الأبواب. يا جماعة ده زول إمام ولا ما إمام؟ وأول ما بعدها من الأبواب قال لك باب من الشرك. ما عاد أفهم التوحيد اللي تتعلم الشرك، ده يقول لك الكلام.